فني للقاء الأجوار. شفنا فيه برشا فرص، برشا وضعيات هجومية، رغبة في التسجيل، رغبة في الفوز. إدريس المحيرسي والهدف، رائع إدريس المحيرسي، إدريس المحيرسي والهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي من كرة مباغتة وغالت الحارس فاروق بن مصطفى. إذا هدف ثاني للترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأخيرة للمباراة. نتابع الترويز والتصويب وباغتة فاروق بن مصطفى من تسديدة مباغتة من خارج مناطق الجزاء، هدفان مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي. وإدريس المحيرسي خذا مكانه منذ قليل في التشكيلة الأساسية لفريق باب سويقة. إعادة من جديد للهدف الثاني، كرة قوية تحت